ثم قال ابن الأثير: وكان سبب غيبة الكفار عن بيوتهم أنهم ساروا إلى محاربة ملك من ملوك الترك يقال له كشنو خان، فقاتلوه وهزموه وغنموا أمواله وعادوا. كما قلنا كشلو خان وهو كشلي خان، وهو كما قلنا قائد تتري منافس لجينكس خان، لذلك قلنا استغل انشغال جينكس خان بمعركة كشلي فذهب إلى النساء والأطفال ففتك بهم. هذا هو عمل خوارزم. يقول: وكان سبب غيبة الكفار عن بيوتهم أنهم ساروا إلى محاربة ملك من ملوك الترك يقال له كشلو خان أو كشلي خان، فقاتلوه وهزموه وغنموا أمواله وعادوا. فلقيهم في الطريق الخبر بما فعل خوارزم شاه بمخلفيهم بالنساء والأطفال. يقول: فجدوا السير فأدركوه قبل أن يخرج عن بيوتهم وتصافوا للحرب واقتتلوا قتالا لم يسمع بمثله، فبقوا في الحرب 3 أيام بلياليها، فقتل من الطائفتين ما لا يعد ولم ينهزم أحد منهم. أما المسلمون فإنهم صبروا حمية للدين وعلموا أنهم إن انهزموا لم يبقى للمسلمين باقية وأنهم يؤخذون لبعدهم عن بلادهم. وأما الكفار فصبروا لاستنقاذ أهليهم وأموالهم. لاحظ الدافع للقتال. يقول: أما الكفار فصبروا لاستنقاذ أهليهم وأموالهم واشتد بهم الأمر حتى أن أحدهم كان ينزل عن فرسه ويقاتل قرنه راجلا ويتضاربون بالسكاكين وجرى الدم على الأرض حتى صارت الخيل تزلق من كثرته، واستنفذ الطائفتان وسعهم في الصبر والقتال. هذا القتال جميعه مع ابن جنكس خان، ولم يحضر أبوه الوقعة ولم يشعر بها، فأحصي من قتل من المسلمين في ههذه الوقعة فكانوا 20,000، وأما من الكفار فلا يحصى من قتل منهم. فلما كان الليل الرابعة افترقوا، فنزل بعضهم مقابل بعض، فلما أظلم الليل أوقد الكفار نيرانهم وتركوها بحالها وساروا، وكذلك فعل المسلمون أيضا، كل منهم سئم القتال. ثم قال: فأما الكفار فعادوا إلى ملكهم جنكس خان، وأما المسلمون فرجعوا إلى بخارى فاستعد للحصار لعلمه بعجزه، فأمر خوارزم أهل بخارى وسمرقند بالاستعداد للحصار وجمع الذخائر للامتناع، وجعل في بخارى 20,000 فارس من العسكر يحمونها وفي سمرقند 50,000، وقال لهم: احفظوا البلد حتى أعود إلى خوارزم وخراسان وأجمع العساكر وأستنجد بالمسلمين وأعود إليكم. فلما فرغ من ذلك رحل عائدا إلى خراسان، فعبر جيحون ونزل بالقرب من بلخ فعسكر هناك. الآن أقول: إذا كان ليس عنده القدرة للقتال والعساكر غير كافية، وقد نصحه ممن كان معه بأن يبقى في مكانه وينتظر، إذا هجم عليه التتار فهم قد سلكوا الطريق الطويل والطرق الوعرة والمنحدرة والخطرة والطرق التي لا يعرفون وجهتها، فيأتون منهكين متعبين فيسهل الانقضاض عليهم. لماذا لم يسمع هذا النصح؟ لماذا ذهب إلى بلاد التتار وسار لأشهر بالعساكر الإسلامية وفتك بالأطفال والنساء، والآن ينهزم أمام عساكر التتار؟ يهرب بحجة وعنوان وتبرير جمع العساكر. لماذا لم تصر من أول الأمر وقال لهم: احفظوا البلد حتى أعود إلى خوارزم
وخراسان وأجمع العساكر وأستنجد بالمسلمين وأعود إليكم. فلما فرغ من ذلك رحل عائدا إلى خراسان، فعبر جيحون ونزل بالقرب من بلخ فعسكره.